رسالة واضحة لتهدئة الأوضاع. رئيسة الحكومة التونسية تطرقت لأزمة الهجرة التي تؤرق البلاد مؤخراً، وشددت على ضرورة توحيد جهود الدول الإفريقية في هذا الملف. نجلاء بودن أوضحت أيضاً ضرورة اتباع مقاربة شاملة تحترم القانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي غادر فيه مئات المهاجرين من مالي وغينيا وساحل العاج الأراضي التونسية عائدين إلى ديارهم، ومن المرتقب أن يرحل المزيد منهم خلال الأيام المقبلة. فوفقاً لسفير ساحل العاج، بلغ عدد المسجلين للعودة 1100 حتى الآن. معظم من غادر يربط قرار الرحيل بحملة ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وعلى حد قولهم فقد فقد العديد منهم وظائفهم وطردوا من منازلهم بين عشية وضحاها، كما تم توقيف بعضهم. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب خطاب أدلى به الرئيس التونسي، وشدد فيه على وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، حيث لفت إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى انتشار العنف. وتعليقاً على هذه التصريحات، ندد الاتحاد الإفريقي بما وصفه بالمواقف الصادمة إزاء المهاجرين في تونس، ودعا الاتحاد ممثل تونس إلى اجتماع عاجل لتسجيل قلقه العميق من شكل ومضمون خطاب قيس سعيد. من جهتها، سارعت وزارة الخارجية التونسية إلى التعبير عن رفضها لما وصفته باتهامات لا أساس لها أساءت فهم موقف الحكومة.